رجعنا من جديد في سبور ميكس، الجزء الأخير من الحصة متاعنا اليوم. باش نعطيكم تشكيل المنتخب تقريبا بنسبة 95%. باش تكون هكا تشكيلة، باش يكون دحمين في الكاج، على اليمين محمود غربيل، على اليسار علي العابدي في اللاكس الثنائي على غرام، وكذلك ياسين مرياح. قدامهم باش يلعب عيسى العيدوني، ادريس الميزوني، محمد علي برمضان. على اليسار باش يكون موجود سيف الطيف، قلب الهجوم حازم مستوري، وعلى الجهه اليمين اختيارات القيس العقوبي باش يكون ربيع الحمر. اليوم ديسيزيون اخرى جريئه من قيس العقوبي بنسبه كبيره، باش يكون هو اساسي في المقابله نتاع اليوم. خلينا ناخذ رايك فيها سيد علي الكعبي. والله بصراحة باهية. عمر العيوني عنده إصابة خفيفة، زيادة كان هو مش لعب عنده إصابة خفيفة خليته يبدل الشوا بتاعه. عمر العيوني عمل الواجب عليه، فكل النص ساعة اللي تخلى بصراحة أول مرة ريت خلى بصمة في مباراة هو والتيفي. التيفي قد ما جاء أول مرة عمل الطيف كان في مستوى وخلى بصمة في الباساج متاع المباراة الأخيرة بصراحة. مش خد سجل هدف، لا كان مردود وصير بلون تكتيك يرجع ويعاون صاحبه، يعاون في عليه وخدمه خدمة مليه على اللي صار سور بلون تكتيك سور بلون فونسيف، فريمون برافو. بالنسبة للفورماسيون نعتقد فورماسيون هجومية. الحمري فقط سألتك على الحمري، هو يفضل يلعب على اليسار، لكن يبدو لي ما عندوش شوا كبير على الجهة اليمين، دونك خذا شوا باش يلعبوا على الجهة اليمين. ينجموا بار انترميتونس هو ولا الطيف ينجموا يخدم من الطيف اللي تقبضش مرة يلعب في جمعيته على اليمين، ويلعب على اليمين. أما الحمري باش يلعب على اليمين. الحمري زاد عنده ديروبير باهين على اليسار، خاطر كي يدخل التيرا يلقى الكاج قدامه ستريز امبورتون يحب يشوت. فيو لا والفيو التيرا يولي محلول كل قدامه، عكس على اليمين كي يمشي يعني ما يلقاش الشان كل محلوله. ونعتقد ستين كيب فكر المدرب هجومية الحقيقة. وحاجة أخرى تحسب له بتشوفه أول مرة زاد غربال محمود غربال صحيح ود ليكيب ناسيونال جونيور خدمته يمكن شويه الظروف اصابه كشريد قلت الحمراء بتاع كشريد اللي خذاه راهو ساعات الظروف سي سلام خليك تكتشف اللعبة تغير تاريخ صحيح اوكي الله تعرفش اليوم تلقى اسمه محمود يولي ديما موجود وديما كونفوكي وان شاء الله يعطي المردود وان شاء الله يستغل الفرصه وان شاء الله زاده نشوف في وسط التيران. الحقيقه اللي عندنا اشكال كبير او نيفو دو لا بريباراسيون والباس في الظهر لا ديرنير باس ما عادش عندك الملاعبيه للباس الاخراني كما كان الدراجي يعني خسرتي دراجي الموقع ذاك هو اللي ناقصنا ان شاء الله نراو هو في كره القدم العالميه ما عادش برشا نقصت سبين نقصت نقولوا نحن لو ريجيسور اي ما عادش برشا والله كي كان بالرمضان لهنا في تونس مع الترجي كان يخدم في خدمه او نيفو دو التيران كوم ريليور كوم ريجيسور من تيراز رفيع. انا المشكل بالرمضان ما عادش داليم تاع رمضان اللي نعرفه بصراحه ان شاء الله الروبران وان شاء الله اليوم نشوفوا فرجه هائله في المباراه. مروان برشا تغييرات في التشكيله، علي غرام، محمود غربال، دريس الميزوني كيف باش نكتشفوه، ربيع الحمري، فما كمان كما حكينا قبيليك فما استابيليتي ما تبدلش اسامي الكل، مي فما اسامي جديده باش نكتشفوها اول مره في تونس. هاني قلت لك يا سلام اليوم المباراه هذه انا نقيمها باش نشوف فيها الملعبيه اكثر من الريزلتات. تقول لي كان جات الريزلتات بطبيعتها جات ما جاتش هذيك احنا اليوم فرحانين بالكاليفيكاسيون قبل كل شيء، مي هذا سي لو مومون اليوم جدد فريق كامبيا موش فريق معناتها ساهل اليوم تيست الملعبيه اليوم اللي قادره تكون موجوده نهار اخر في ليكيب ناسيونال ولا تبقى تقول لي على التشكيله انا ماذا بيا راني ريت التشكيله متغيره بكلها. انت اليوم شخليت حتى صعيب باش تبدل 11 لاعب مروان باهي باش نقول لك علاش انت ماتش اليوم شنو باش تستفيد منه ماك باش تشوف فيه الملعبيه علي انت ما بدلتش الكل سليم مثلا بار اكزومبل نحكيو على حمزه المثلوثي اليوم كي تلعب غربال على اليمين ناحيه مريح انت كملت صرفت كيما نقول يكملت ناحيه مريح حطيت حمزه المثلوثي هو هذه النقطه اللي حكى عليها البارح في الكونفرنس قال لك انا عندي مثلث الدو زاكسيو تحتهم جارديان شنو مثلث مهندس هو انت شايف خلينا نكمل انا حين من المثلث انا نقول لك تغير وتقول لي مثلث اسمع بالله كي الناس السؤال معناتها اسمع بعد جاوب قول حتى بني مش مهندس قال لك ما نجمش نحي زوز من ثلاثه قال لك نحي واحد نبدل واحد ما نجمش نبدل زوز فما استبيت ما نجمش نمس هان هي عارفين مش مشكله هذيا ما نحكيو على ماتش ما فيهوش بريسيون كبيره سليم شنو نحي مثلث نحي واحد تيح واحد يا دين عليه قلت لك احنا الماتش هذا شوف فيه ماذا بينا نلعب انا ماذا بيا 10 جولات كل تبدلت كي تحب تجي تحكي انت بالوجيك شنو يا اخي ما فهمت هذا اللي زاد اكد لي مريح ما خذا فون البلاصه
هذه تو تاكدت هنا تو فونت كومير صح مش فونت كيس لا لا ما هو باش عندي فونت كومير صحيح انا اليوم تاكدت كيف كيف انا العيدوني خيرت انا مثلا بار اكزومبل مش قاعد ياخذ في طون جو ممكن ايت مالك مثلا بار اكزومبل قاعد ياخذ في طون جو درج ودرجي يعني ما بديت زاد بايت مالك من الاول ميسالش خلي انت انت كيما قلت لك عملت حمزه المثلوثي مثلا عليه ما لحقتش مريح خاطر ماتش كي تحب كي تجي تلخصوا انت الماتش بكل انت قلت باش نشوفوا فيه الملعبي هي كي تخلي لي زوز من ثلاثه لقدام من باش يوريك اليوم ساعات نحسك متناقض في كلامك كيفاش ماذا تدافع على الشبان وماذا تقول لي حمزه المثلوثي ما هو نمشي على حسب الليسته الموجوده اليوم تحبوا نحكيه بصراحه انت انا ياسين مريح كان حمزه المثلوثي اكبر من ياسين مريح حتى بالعمر انا كان جيت كيما مريح مريح لو سول اللي قاعد ماخذ طون جو برشا وكان يحب يستحفظ على روحه انا قلت نمشي نجم نقول المدرب لو سول قاعد معناتها يلعب في الماتشات والكل ما ارتاحش حتى مر هنا كان جيت كيف نخيل نقول مثلا حتى اللي هو اللي خفت عليه انت معنا مريح تو كي ماو تيتحكى شكون ارتاح خير ارتاح خلينا نشوف ونحكي لك احنا كم لعبيه اليوم هذوما ماذا بينا رانا قلت لك ايه مالك يا سلام نرجع لك ما هو سلام باش ما يفهموكش الناس بالغلط معناتها انت خايف عليه اي اي جست هذا هو هو جست خايف عليه حبي حبي يرتاح عنده ماتش مع بنجلدان الجماعه حبوا يرتاح بعد ما قال ناخذها فونت كوميرس لا تو ماتش ما فيهوش بريسيون كبيره سيدي علي لا متفق حتى اللي هو اللي صالحه هو يقولوا خلينا نرتاح خاطر خويا هو انت شوف باش نحكيو فنيا فنيا كي بدلت توندام ماذا بيك تبدل الزوز توندام تعمل توندام جديد كان غدوه واحد يتعاقب لك واحد يتضرب لك يا عندك توندام جديد تعمل توندام في اللاكس توندام جديد خلينا نشوفوه صحيح واضح حسني عندك تعليق ولا نسلك لا 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 جوست نكمل بعد كم شوف هو الحاجه الايجابيه انه تحس انه المنتخب التونسي مقبل على ان شاء الله انا اتمنى يكون فما مشروع شانتي كبير شانتي كبير التشكيله نتاع اليوم وكانها مؤشر على بدايه الشانتي هذايا ولكن هاو الاشكال وين كيفاش انت تجم تعمل شانتي وانه المدرب الاول لما سئل قالوا عندي صفر طموح في شد المنتخب راهو عندنا تناقضات كبيره في الكره التونسيه خاصه في المنتخب باهي كنشوفوا اسماء على مستوى ما فهمتكش هذه النقطه هذه هاك فاش هذاك هو من يعني التشكيله نتاع اليوم ما انت مغادرته لا تتطابق مع الشانتي لا لا يقول لك انا ما حتى ماشي نخلي لي بعدي انا نقول لك مصلحه المنتخب مش مصلحتي انا معناها الشانتي سواء كنت مهندس ولا بنيز بتكملوا الشانتي مش لازم لا مش لازم يقول لك انا نحط بعض اللي جيت او يكمل كان كمان ما هو زاد قال لك صفرت مو خاطر يقول لك عنده معلومه اللي جايين بعد ما نولي نرجع لكلام عصام يقول لك مروان سامحني تحيه سالم ولا عصام اي ولا اكزاكتومون يولي وكانه تجربه لمجرد التجربه خويا وكانه سي علي فهمت اني هبطت انا الحمري والمستوري كذا عندهم فرصه اخرى كل شيء انه باش يلعبوا خاطر مقابله كما قال مروان انها مقابله نحن ربحين ومقابله لكن تفهموا في حاجه تفهموا في حاجه نحن وين اليوم بالضبط نحن صفحه جديده لكن صفحه جديده يلزم اللي لاهي بالصفحه الجديده توا اللي هو سي قيس العقوبي والصاف اللي معاه باش كي يجي صفحه جديده غدو المدرب يلزم من هنا المارس يخدم راهو قيس العقوبي هو والصاف تاعو يلزم يكونوا مباشرين علاش قول لي علاش اول حاجه حتى نستناو الانتخابات تصير ولا ما تصيرش بيرو فيدرال باش يجي في اخر جانفي عنده فيفر شهر يسمو يجيب مدرب ويعمل وا رانا راهو الامور مازالت مش واضحه اش قلت لك انا هذاك علاش انا نقول لك كان هو يقول زيرو طموح هذيك بشويه خلينا هذيك الشعبويه راه هنا الا هو على المستوى الشعبوي المستوى المناورات الثانيه موجوده قيس نعرفه مليح ملي انا راني علاش الشعبويه ما فهمتش باش نقول لك على الشعبويه انا خاتيني اما خليه كان خلاوني انا قاعد بيان سور انا نقول له لا يلزمك تقعد بليغاتوار ما خويا اسلام يلزمه يقعد يلزمه يقعد باش الشانتي هذايا يخدموا مليح في ثلاثة شهور بربك يمشي تو شكون باش يتلاعب الملاعبية شكون باش يقيم باش كي تجي المدرب جديد على الاقل كان جاي مدرب كان جاي يلزمه يكمل سي خويا اسلام اللي حبيت اسالك قبل كنت